يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدول الأجنبية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه 60 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، بينها شاحنتان وقود تحملان 60,000 لتر سولر لتشغيل محطات الكهرباء وغيرها من المرافق، حيث من المقرر اليوم إدخال 100 شاحنة مساعدات، كما استقبل معبر رفح اليوم 10 من مصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.